وخلال استضافته في التغطية المباشرة لأعمال القمة العربية في دورتها 32، أوضح عضو مجلس الشورى علي العرادي على ما تضمنته كلمة جلالة الملك المعظم خلال القمة العربية بدورتها 32 من حكمة أكد خلالها جلالته على عدة مبادئ، من أهمها تعزيز العمل العربي المشترك. كما أوضح الأهمية من استضافة مملكة البحرين للقمة العربية العام القادم، تؤكد على مكانة المملكة في إطار المنظومة العربية. قرأت الكلمة ووجدت فيها حكمة سيدي صاحب الجلالة، حكمة العاهل حفظه الله ورعاه، الذي أكد في هذه الكلمة السامية على عدة مبادئ، يمكن من أهمها العمل العربي المشترك، ومن أهمها أننا يجب أن نعمل كدول عربية مجتمعين لكي نحقق الرفاه لشعوبنا، من أهمها كذلك الترحيب بالأجواء الإيجابية وبعودة سوريا، من أهمها التركيز على القضية العربية وعلى الحل العادل والشامل. وقرأت في هذه الكلمة كذلك السياسة الخارجية لمملكة البحرين كما يراها وكما يعبر عنها سيدي صاحب الجلالة، كلمة شاملة وكلمة صراحة يعني محل إشادة كبيرة. تأتي أهمية هذه القمة في أن تعقد في البحرين في المنام، بداية لكي تؤكد على مكانة مملكة البحرين في إطار المنظومة العربية، وعلى قدرة مملكة البحرين في أن تستضيف وأن تحتضن قمة يحضرها أصحاب الجلالة وأصحاب الفخامة والسمو، وأن البحرين قادرة كذلك على أن تترجم من خلال هذه القمة تطلعات الشعوب العربية.